السلام عليكم، اسمي مريم أجراي، عندي 17 عام، حاصلة على الرتبة الأولى في البطولة الإفريقية المقامة بطنجة يوم 7 و 8 و 9 فبراير. الحمد لله تمكنت من إحراز الرتبة الأولى، وتمكنت من الفوز على المصرية في الدور الأول بطلة العالم، الثالثة في بطولة العالم في فئة جينيور زائد 59 كيلوغرام، وتمكنت من الفوز بنتيجة 8-0. والدور الثاني اللي هو الفينال تمكنت من الفوز ب 0-0، اللي وكانت النتيجة بيد الحكام، وتمكنت من الفوز ب 4-1. المنافسة ما كانتش سهلة، كانت صعيبة بزاف، والنيفو كان عالي بزاف. اللي عرفت هذه البطولة الإفريقية المشاركة بزاف ديال الدول ومن مختلف أنحاء إفريقيا، وكانوا معايا في البول، كانوا معايا يعني بطلات حاصلين على ألقاب بزاف. وتمكنت في الدور الأول من الفوز على المصرية اللي حاصلة على برونزية بطولة العالم المقامة بتشيلي، واللي هي حاليا المرتبة الثانية في الرانكينج العالمي. وفي الفينال كان عندي مع جزائرية اللي كانت سابقا كتلعب مع ليكيب ديال ليكيب دو فرانس، وحاصلة على البطولة الأوروبية، وتمكنت الحمد لله من الفوز بنتيجة مزيانة. وهذا الشيء ما جاش عن فراغ، جا مجموعة من المجهودات اللي كنعملو في النادي ديالي، والمجهودات ديال الجامعة الملكية المغربية للكاراتيه اللي على رأسها السيد محمد مقتبل. وكنشكر الطاقم التقني والعائلة ديالي وجميع الأصدقاء ديالي، بما فيهم الأصدقاء ديال النادي، ولا الأصدقاء ديال المدرسة، ولا الأصدقاء ديال ليكيب ناسيونال، واللي شجعوني ومكنوني من وعطوني طاقة معنوية باش قدرت ندي هذه البطولة. وانا فرحانه بزاف حيت توج بهذا اللقب، واني كنحس براسي مثلت المغرب احسن تمثيل. والحلم ديالي طبعا كيبقى ماشي البطوله الافريقيه، بالحق كيبقى البطله الاولمبيه وبطله العالم ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.